اليوم الختامي لمهرجان الخليج الإذاعة والتلفزيون، يوم راح يكون مميز من خلال الندوة الرياضية والتخصص في الإعلام الرياضي والمصداقية في نقل الأحداث الرياضية، وأيضاً راح يشهد مسك الختام، ختام المهرجان وتوزيع الجوائز. الأستاذ محمد الشيخ طبعاً ناقد والإعلام السعودي، أنا سعيد بهذه المقابلة، أتشرف بتواجدك معي اليوم. الإعلام الرياضي أصبح له مكان يمكن أكبر من أي تخصص ثاني. الإعلام الرياضي لا ثقل بحسب الدوريات الموجودة، وإحنا بحاجة إلى إعلام مثل الإعلام الرياضي اللي ممكن توصل من خلاله العديد من الرسائل. أول شيء أنا شاكر لك وشاكر لتلفزيون مملكة البحرين هذه الاستضافة. بالفعل يعني الإعلام الرياضي اليوم تحديداً هو يكاد يستحوذ على الصورة الأكبر من مشهد الإعلام بشكل عام، باعتبار أنه الرياضة هي أكثر أثر على صحيح. مستوى شريحة الشباب في مجتمع الخليج، خصوصاً أن مجتمع الخليج تقريباً 68 إلى 70% هم من شريحة الشباب صحيح. وهذا الجانب الترفيهي والجانب الرياضي تحديداً أكثر أثر على مستوى هذه الشريعة، فما بالك وإحنا اليوم في المشهد الخليجي بشكل عام وفي مشهدنا السعودي بشكل خاص قاعدين نعيش حالة تحول على المستوى الرياضي من خلال الدوري السعودي أو من خلال حتى على مستوى الرياضة الخليجية. اليوم حتى لما أتكلم عن مستوى البحرين، اليوم البحرين أصبحت موجودة في، على الرغم من صغر مساحة البحرين، من قلة عدد سكان البحرين، أصبحت موجودة في المشهد الرياضي العالمي الدولي من خلال تحقيقها للعديد من الميداليات في سواء في الأولمبياد أو في البطولات العالمية. وبالتالي لم نعد إحنا اليوم موجودين في الهامش كخليجيين، وإنما إحنا في قلب الصورة أو قلب المشهد. اليوم ممكن استخدام هذا الإعلام في الترويج وفي المنافسة الشريفة لتطوير هذه البرامج وتطوير أيضا الإعلام الرياضي أكثر وأكثر. إحنا يجب أن نتعامل مع الرياضة اليوم وكرة القدم تحديدا من جانبين. أولا من جانب اقتصادي، نعم. لم تعد الرياضة وكرة القدم تحديدا مجرد حالة ترفيهية، لا، استثمار. استثمار، وبالتالي حتى سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حينما تكلم عن الدوري السعودي وعن الرياضة قال يجب أن تدخل الرياضة في خطتنا بما نسبته 1.5 من الناتج القومي، هذا من جهة. من جهة ثانية اليوم الرياضة أصبحت يعني واحدة من أهم منصات القوى الناعمة للدول. هذا السباق اليوم المحموم على استضافة المونديال أو الأولمبياد من قبل الدول العظمى، الدول الكبرى، ما يأتي من فراغ صحيح. ليس فقط من باب إلهاء مجتمعها ولا ترفيهها، وإنما كمنصة أو قوة من القوى الناعمة. وبالتالي أيضا نحن لسنا بمنأى عن هذا الحراك العالمي في كل مشهد. وبالتالي اليوم أيضا ضمن رؤية 2030 السعودية أن يكون الدوري السعودي ضمن أفضل 10 دوريات على مستوى العالم. إحنا قاعدين نحرق مراحل، إحنا كنا نبحث عن أفضل 10 دوريات، اليوم إحنا لا، قفزنا إلى أن نكون واحد من أهم 5 دوريات على مستوى العالم. يؤكد هذا الموضوع صحيح. القيمة السوقية للدوري السعودي والقيمة الفنية وهذا المشهد الدولي اللي أصبح يركز على الدوري السعودي، بدليل أن لدينا أكثر من 170 قناة عالمية على مستوى القارات العالم تنقل الدوري السعودي. أنا شاكر لك هذا اللقاء حبيبي. وسعيد تواجدك معنا. أنا أكثر سعادة شاكر لك وشاكر للتلفزيون البحرين. ويعني اليوم أثريت الندوة بالعديد من المعلومات والنقاط الأساسية المهمة اللي لابد أن تأخذ بعين الاعتبار. طالما في أرضية نجاح أعتقد اللي أقيم المهرجان في البحرين هذا يستتبعه نجاح، وإحنا جزء بسيط من نجاحكم الكبير. شاكر لك حبيبي. شاكر لك يا حبيبي. الأستاذ خليل البلوشي معلق الرياضي، أنا سعيد بهذا اللقاء وأتشرف بتواجدك معنا.
اليوم أثريت طبعاً الندوة بالمعلومات القيمة والكلام والحديث عن الإعلام الرياضي وتطوره السريع. الإعلام الرياضي كان لا ثقل وما زال لا ثقل وأصبح لا ثقل أكبر الآن بعد هذه النهضة. محتاجين مثل هذه الندوات. خلينا نتكلم في البداية عن هذه الندوة. أول شيء شكراً لكل كلمة قلتها سعيد. أنا جداً بالتواجد معاكم، سعيد بهذه الإطلالة على المشاهدين الكرام. عنوان الندوة لحد ذات اليوم يعني مهم جداً بالنسبة لنا إحنا كإعلاميين رياضيين وبالنسبة للمتابعين، ما بين الإثارة والموضوعية. يعني تتكلم عن مجال كرة القدم اللي يعتمد أساساً على الإثارة. أنا كمتابع كرة القدم لازم لاعب كرة القدم يكون مثير عشان يشد انتباهي، لازم المدرج يكون مثير، اللعب في سرعة. إيه هذه نوع من الأشياء. لكن على مستوى الإعلام يمكن إحنا لازم تكون عندنا شوية تقسيمات حاضرة فيما يتعلق هذا الجانب. صحيح. اللي هو موضوع الإثارة أو صناعة الإثارة الإعلامية. الأمر بالنسبة للمذيع مختلف، بالنسبة للمحلل مختلف، بالنسبة للمراقب مختلف، بالنسبة لي أنا كمعلق رياضي أيضا مختلف. كيف ممكن أني أنا أصنع إثارة وكيف أني أنا أوازن ما بينها وما بين الموثوقية؟ صحيح. الجانب التعليق أستاذي الآن يمكن نقدر نقول أصبح هو الجانب الأميز في الرياضة. الجانب التعليقي ممكن يكون فيه مذيعين مميزين، في محللين مميزين، ولكن الآن الأشهر أصبح أنا التعليق. أتفق معك في جزئية مهمة جدا في هذا الموضوع، اللي هي أن المعلق صار لا ثقل. لا، حتى القنوات، القناة اليوم مو مشكلة إذا أنا ما عندي استوديو تحليلي زين. بالضبط. بس المشكلة إذا ما عندي معلق زين. المشكلة إذا ما عندي معلق زين. صحيح. لأن الاستوديو التحليلي يأخذ مني شنو؟ 10 دقائق قبل مباراة، 10 دقائق بين الشوطين، آخر مباراة ربع ساعة. سلام عليك. هذه ما تهم المشاهد. أنا اللي يهمني 90 دقيقة، وصارت 100 وشوي دقيقة الحين في عالم كرة القدم مع الوقت هذا. هذا الوقت اللي يهمني أنا أكثر كمتابع اللي يشدني. اليوم أنا يمكن لو تروح في كل مكان، تقعد في قهوة، تقعد في مجلس، يبدأ الشوط كل مركز. بين الشوطين يرجعون للتحليل، أقعد ألهي معاك اللي تكرم يروح بريك ياخذون حتى فما مهتمين في هذا الجانب. فصار المعلق الصوت اللي يجب أن يكون سلاح تحارب فيه القناة. صحيح. بالضبط. أيضا اللمسات الجميلة والجمالية اللي يضيفها المعلق. الأستاذ خليل البلوشي دائما تميز فيها وعطاها نكهة مختلفة. مثلا حصاني الذي كان دلال المنايا، عطني اياها في البدايه اول شيء. هذه حصاني كانت في محمد صلاح. فموجوده الفكره في بالي، كيف انا ممكن من قد ما انتشرت انا ما اتذكر في من كانت. اي لان ما شاء الله الحين هي قاموا يركبونها حتى الله. على خارج نطاق كره القدم. فلما جيت اتكلم عن محمد يعني نبذه بسيطه، هي الكلام انا كاتبه لكن موجود معاي من فترة، مو عارف شلون أوظفه وما لقيت المدخل المناسب أني أنا أوظفه. موضوع مش موضوع أني إن شيء موجود لازم أقول، لا مو لازم. لما ألقى المدخل المناسب، التوقيت المناسب، أنا هني. فلقيته في مباراة من مباريات ليفربول، قلت في حصاني كان دلال المنايا، فخاض غبارها وشرى وباعها، وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع، إلى آخره. الله عليك يا أستاذي. هاي طبعاً قصيدة لعنتر. إيه نعم. بن شداد. أنا شكر لك أستاذي تواجدك معنا وبيك الختام عندك. شكراً. تحياتي لك أول شيء، وأنا سعيد جداً أني أنا موجود معاكم. تبي أختم الرسالة ولا أختم فقرتي؟ أختم الفقرة كاملة. ولا بتختم الرسالة بعد؟ جميل. حياكم الله مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، دائماً وأبداً من خلال تغطيتنا للمنتدى الإعلامي الخليجي. نجدد التحية من مركز المؤتمرات في الخليج، على أمل أن نلتقي بكم بحول الله في مباريات أو في برامج أخرى قادمة. دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.
مسك الختام، ختام مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في نسخته 16، راح يكون بهني من المسرح الوطني اللي راح يحتضن هذه الفعالية. اليوم راح نشاهد تكريم عدد من الإعلاميين، وأيضا راح نشاهد تتويج الفائزين والبرامج الفائزة في هذه النسخة. نتابع تفاصيل هذه الجوائز وتفاصيل أيضا المكرمين والحفل بشكل عام من خلال هذه اللقاءات. يا هلا يا مرحبا فيكم حضورنا الكرام في ختام مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في نسخة 16. علاقتي مع المهرجان قديمة جداً من بداياته، ولكن هذه الدورة أنا أعتبرها استثنائية كوني مشارك كمنتج وممثل في مسلسل خيوط المعازيب، ويعني حصدنا 4 جوائز 4 دانات، يعني وفخور إن إحنا حصدناها في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بمملكة البحرين وبتشريف ودعم من صاحب السمو الشيخ خالد بن حمد الله يطول عمره، ففخور جدا جدا. الفيلم اللي اشتغلنا عليه وايد تعبنا عليه، تمينا فترة طويلة تحضير، صورنا الفيلم بتصور في اسبوع، سوينا فيلم كامل، ف يعني حافز وايد قوي ان احنا نواصل وي كيب بوشينج. للاسف اخر الوقت قدمنا ما بدنا نقدم باقي برامجنا، ان شاء الله المرة الجاية نقدم اشياء اكثر. تجمع كبير لكل اذاعات الخليج بحكم اننا فايزين من قسم الاذاعات، فالمنافسة قوية والفوز له طعمه الخاص، لأنك أنت ما تفوز فقط في محيطك، في محيط أكبر، وخاصة أن الإذاعات الخليجية يعني مبدعة بشكل عام، فكونك تحظى بجائزتين أعتقد أنه هذا شيء جميل. شكراً لمملكة البحرين والمنامة عاصمة الإعلام العربي لهالاستقبال الجميل وهاللفتة المميزة الدائمة، وأيضاً أشكر القائمين على المهرجان. قبل ذلك نشكر وزير الإعلام، وقبل كل ذلك يعني نشكر القيادة البحرينية اللي دائما داعمة للشباب وللإعلام بشكل عام، وما هذا المهرجان إلا واحد من هذا الدعم، والله يديم الأفراح إن شاء الله على خليجنا الجميل بأهله وناسه وقياداته. جائزة هي اللمة هذه الحلوة اللي تشوفها، شباب الخليج اللي مجتمعين في هذا المهرجان الجميل، ضيافة مملكة البحرين لهالشباب الإعلام اللي موجود اليوم على أرض المملكة،
احنا نشكر قيادة المملكة، نشكر وزير الإعلام اللي حقيقة دائما داعم لنا كإعلاميين، نشكر الإخوان طبعا منظمين المهرجان الخليج اللي دعوا التلفزيون، نشكرهم على هذا التنظيم الجميل، على هالفعاليات الجميلة اللي احنا انبسطنا فيها خلال هذه الأيام. تعرفنا على زملائنا، تعرفنا على وين وصلوا من تقنية، أيضا من وصلوا من برامجهم، هذا إضافة لنا. الجائزة هي تحصيل حاصل، أوكي فرحة لنا احنا نفوز في الجائزة، أكيد نفرح، لكن صدقني الجائزة الكبيرة هاللمة الحلوة هذه. دائما البرامج التلفزيونية يكون خلفها يعني طاقم فني وإعلامي كبير، ويتم الاستعداد لها على مدى شهور عديدة يعني، ويعني خلينا نقول يعني هذه 4 سنوات من العطاء في برنامج السارية، اللهم لك الحمد والشكر. يعني في النهاية هذه يعتبر كأنه تقدير كبير حق الجهد والعمل اللي يقام خلف الكواليس، فالحمد لله رب العالمين. يعني هذه في النهاية إهداء كبير لطاقم العمل. هذه الجائزة أنا أهديها أول شيء حق الستاف، الطاقم اللي موجود كله، لأن السارية بدون الروح اللي موجودة فيه، بدون الجروب اللي قاعد يشتغل، ما يطلع برنامج بهذه الطريقة ولا بيوصل اللي إحنا فيه. هذه فضل رب العالمين، ونهدي الفوز طبعا حق البحرين وحق كل من تعب ودفع وساهم لو بكلمة أو فكرة حق البرنامج نفسه. احنا من صوبنا ما نكب الروح، ننصقر روحنا، ننفذ اللي الناس يبونه. كلمة مخرج يمكن الواحد يفكر فيها يعني انا مخرج يراه، لا لا لا، احنا نسوي اللي نشوفه الكل يطمح له ويبي ويطلع بشكل جميل وصورة حلوة. نهاية المهرجان هي بداية للاستعداد للنسخة القادمة، لنسخة جديدة ولتحدي جديد. نعم كانت النسخة مميزة، مميزة بمشاركاتها، مميزة بجوائزها، مميزة بندواتها وورش العمل، ولكن الأميز كانت الروح الخليجية. مع حفل الختام، ختام المهرجان، كنا وصلنا للنهاية، ولكن هي بداية مثل ما قلنا للنسخة 17 اللي أيضا راح تكون هني في مسرح البحرين الوطني.